خير عليكم. اليوم جبت لكم وصفه خفيفه سهله، هي لا بريوش. وشنو هاد لا بريوش؟ تبات ماشي لو جور ميم اللي تنخدم، تخدم وغدوه من داك باش نفاصونيها. المقادير تاع البريوش واش فيه؟ 700 غرام فرينه، 20 غرام حليب بودره، 60 غرام زيت، زوج حبات بيض، لو زاس دورانج يابس هدا نخدم في الدار، الملح، باكي مانيزور شيميك، 80 غرام سكر، و لانيزور تاع الخبز، و 50 غرام زبدة، لافاني، و الماء. نبداو نديرو الحليب بودرة. مرفة تاع القهوة، ملح تاع كوتي، نديرو زوج مغارف تاع لو زيست، نسيت ما قلتش الخل، خل ابيض، نديرو السكر، باكي لانيفور، شوية لافاني، لازم البيض نخلطوه، نزيدولو شوية ماء، نديرولو شوية خل، هكذا مغرفة تاع قهوة خل أبيض. نخلطوا النواشف، درناهم، نحطوا لا ليفور، نديروا الزيت، نحطوا البيض، من بعد نبداو نزيدو في الماء. الزبدة حتى الاخر، دونك نبدا نزيدو في الزبدة، ندخلوها مليح. الزبدة تكون على درجة الحرارة تاع الغرفة، تكونش يابسة، هذه تقدروا تخدموها في البيتخان، أنا درتها بيدي باش نوري اللي ما عندوش بيتخان يقدر يديرها بيدو. هذه تنخبط برك، القوام تاع لاباط هي لاباط تاع لابغيوش، تنخبط هكذا برك ماشي تندلك، تنخبط برك هاديك، ها باش تلصق زبدة كامل دخلت لنا، هاكي نحطوها في هاد لو بول، كنت شوية مدهون، نحطلها لو بابي ترونسبارون نغطيها، وزيد نحطلها نغطيها الفوق باش ما تلبسش، ونخلوها تهرلك دركا هاي خمرت لنا هذا، واش نديرو دركا واش نديرو لها؟ نعاودو نغطوها، نغطيوها، نغلقوها بالغطا تاعها، نحطوها اوفخي الغدوه الصباح نجبدوها راح تشوفوها كيفاش. هذه هي لابريوش تندار اون دو فوا، خلوها تخمر، نكسرو لها الخميره تاعها ولا ديغاز، ومن بعد نعاودو نغطوها ونحطوها اوفخي الغدوه صباح ان شاء الله. تقدروا ديروها مع العشيه الغدوه صباح، كنت تقدروا ديروها صباح بكري، ها
حتى الليل، مي انا جو بريفير مع العشيه وتخليها تبات وتخليها تبات او فري غدوه غدوه حيت تشوفوها ان شاء الله عليكم. هاي لك لا بريوش اللي وجدناها البارح وباتت فري بابا هيك نوش شويه فرينا راح نخدمها شغل اللي راح نخدم لا بات فيتري نديرها باتور سامبل هذا هو لو سكري تاع باش تجيك لا بريوش ايري وميم تقعد 2-3 جور ما تفسدش parce qu'en général la brioche est bête sur le tibes. On va commencer à couper. 60 g la boule. Ah, je fais. فوالا هانا كبيناهم دوك نحطوهم هنا نخليهم يريحو شويه نفرميهم من بعد نحطوهم في السميوة تاعنا تاع لي بول 60 غرام تقدروا تنقصوا او تقدروا تزيدوا كل واحد نخلوها تريح شويه ونديروا الكاس هكذا فرينا باش هنا نديرو لا كريم باتيسير اي لا كومبوت. هاي لا كريم باتيسير تاعنا اللي قلنا نديروها تقدروا تزيدوا تجوزوها بالباتور اي لا كومبوت لا كومبوت تاع التفاح. دوكا التفاح بكثره تحكمي التفاح تغسليه تقشريه تحكيه بالقارص باش ما يكحاش تقطعيه تحطيه في الكاسرونه ديرلو شويه ماء ومغرفه سكر ويطيب وريحيه عندك لي تروك ناتوريل. ودوكا ندهنو هنا بالبيض ونحطو في الفوق يكون درنالو شويه قهوه ولا كاكاو ولا وشويه زيت اون بانسي تاع الملح باش ريحة البيض ما تكونش فيها. فوالا انا ندير فيه هو الخامر نحطو في الفوق كونو سخناه على 200 درجة. فوالا هاو البريوش تاعنا هاو يجي فايتين.